مش كفايه شرب بقى وتستنى اما الناس يجوا؟ ناس؟ هو في غير جمال؟ هو اهم واحد في الناس اللي نعرف؟ صح. واشرف كمان جاي على فكره. واشرف من امتى في بيننا وبينه عزايم؟ ده حيلا صاحب جمال. والمحامي بتاعه اللي جاب له البراءه. على يدي براءة صح. انت في عندك مشكلة مع اشرف ولا حاجة؟ الراجل اساسا مش صاحبي علشان يبقى عندي معاه مشكلة. انت حر، بس اي حد صاحب جمال يبقى صاحبي انا كمان، فاهمني؟ طبعا طبعا مفيش مشاكل. فستانك مش عريان شوية؟ عريان؟ ايه عريان وجو الفلاحين اللي انت فيه ده؟ ده فستان سواريه، عايزني ايه البس جلابيه ولا ايه؟ قوم يلا البس. جمال زمانه جاي. مبروك يا عم، براءة رسمي. لا يا راجل. ما خلاص بقى يا جمال، هنعيده تاني ولا ايه؟ انت عارف الفكرة فيها يا علي؟ الفكرة ان انا ما كنتش مستني ان انا اسمع خبر براءتي، ولا مستني تحريات جديدة تقول لي انا ماليش علاقة باللي حصل، لاني كنت عارف من جوايا ان انا بريء. الفكرة ان انا كنت مستني اشوف براءتي في عيون الناس، الناس اللي طول الوقت بتضغط عليك وبتحاصرك. صدقني هو ده السجن الحقيقي. هو انت من امتى بهمك الناس يا جمال؟ ابويا مات بسبب الناس يا علي. ابني كان ممكن يعيش طول عمره في مشاكل برضه بسبب الناس. كل اللي عملته في حياتي كان بسبب الناس. يا علي احنا مش عايشين في جزيره لوحدينا. فكره الحريه من غير ناس ملهاش اي معنى. يبقى ليك الحق لما تتكلم يسمعوك، تحكي يصدقوك. لو انت مش حر عمرك ما تقدر تعمل كده. ولو حر ومش وسط الناس، الحرية ملهاش أي معنى ولا ليها أي قيمة. إيه؟ أنتوا هتفضلوا تتكلموا كده كتير؟ لا خلاص جاهزين. أول ما تقولي تعالوا هنيجي على طول. عندك مثل السفير بقى جدسلة. أدي اختار حريته. بس اختارها متأخر من الحيش يتهنى بيها. يعني أنت ما كنتش متوقع ده. بعد الورق اللي بعته لأبو العظم كنت متوقع. يعني متوقع غدر، تهديد من أي نوع، لكن قتل فوري كده على طول بصراحة لا. أبو العظم بيجيب من الآخر. الدايرة اللي أنت عمال تقفلها عليه خليها ما بياخدش وقت. أبو العظم بص يا جمال، أنا ما عرفتش حاجة مؤكدة، بس ده اللي متخيله بعد اللي حصل. متخيل إيه تاني؟ انت عارف يا صاحبي. عارف ابو العزم عايز يوصل لي اللي يهمه ورا ولا بني ادمين. بيقول لي ارجع بس بطريقه تانية. ابو العزم عايز يوصل لي ان انا من غيره خسران مهما كان ورايا مين. مش كده ولا ايه؟ يمكن ما يكونش كده يا جمال، وانه ما عادش فارق معاه رجوعك. معلش، طول عمر الحريه ليها تمام. ناوي تدفعه ويحصل لك زي بهجة سالم؟ حتى لو حصل هيبقى باختياري انا. بقول لك ايه يا علي؟ افتكر شويه كل اللي عشناه ومرنا بيه. بلاش يا سيدي، افتكر حالي وحالك واحنا بنستنى ساعه الصفر كنا بنبقى عاملين ازاي؟ كنا بنبقى عاملين زي الدكتور اللي داخل اوضه العمليات يعمل عمليه المريض لاول مره. خايف ونهار وروحه مش مطوعه. يعني جسم من غير تفكير. حاسس مش هيقدر يعمل كده. حاسس انه مش هيقدر ينفذ المطلوب منه. بس اول ما كنا بنتحرك كل ده كان بيروح وراح خلاص ومش راجع تاني. خايف عليك يا صاح؟ خاف على نفسك؟ مش فاهمك. عشان لسه بتسمع وبتصدق كلامهم لما بيقولوا لك ايه الغلط في اللي احنا بنعمله. فاهمينك ان في الدنيا كلها في زي وزيك، وان العالم كله واقف على ايدينا. لسه مفاهمينك ان في ناس لازم تضحي وتموت عشان ناس تانيه تعيش. فاهمينك ان شغلنا تحت الارض هو اللي رافعها لفوق، ومن غيره
حد يقدر يقف فيه ولا يثبت وكله هينهار. صح؟ صح، بس مش علشان ده كلامهم، علشان دي الحقيقة. فكر يا أخي ولو مرة واحدة بس إنه مش كده. وانت فكر إن أبو العز مش هيصبر عليك أكتر من كده. دي دردشة بقى ولا خناقة ولا إيه بالظبط؟ دردشة طبعا، ربنا ما يجيب خناقة. طب إيه؟ ما جوعتوش؟ أكيد جوعنا، مش كده ولا إيه؟ صح. طب حد بقى يروح يصحلنا اللي نايم هناك ده دلوقتي. هصحهولك على صوت المدفع. اوبا. معلش يا علي، ده لي الشمبانيا خير. اطلع غير. يلا يا جمال، انا جوعت بقى بصراحه يا جماعه، انتوا حرين. طب ما تعمل لنا طبقين على ذوقك كده. منى من عينيا. فين انت كمان؟ ساعة ما جيت وانت مش على بعضك. مفيش حاجه يا جمال. مفيش حاجه يا جيمي. ايه في حاجه حصلت غير اللي انت حكيتهولي؟ لا لا. امال مالك؟ انت مش قلت انت فتحتها في الموضوع وكانت مبسوطه؟ ايه؟ امال مالك فيه؟ ما تتكلم يا عم. مفيش حاجه، متضايق بس شويه. طب انت مثلا حاسس انت تسرعت ان انت خدت خطوه زي دي؟ لا خالص. ربا هي الانسانه ما حدش يختلف عليها. ما حدش يختلف عليها؟ هو انت بتشتري شقه؟ ما تتكلم يا عم. في ايه يا عم؟ مفيش حاجه، انا بس مش مصدق الموضوع جه بسرعه كده. عارف لما تبقى طول عمرك بتدور على بني ادمه ومتخيل ان انت عمرك ما تلاقيها، وفجاه تلاقيها في وشك بتتثبت. لا، واحلامها شبه احلامك وبتفكر زيك، مريحه كده يا اخي. توصلك لمرحله ان انت بتبقى واثق ومتاكد انك عمرك في حياتك ما هتخونها، ولا هي هتخونك، ولا عمركم هتضحكوا على بعض. ايوه يعني في حد كده ضحك على التاني؟ لا طبعا. لا طبعا. انت يا ابني هتجنني ليه؟ محسس ان كلامك غير اللي حصل يعني. يا عم روبا هي الانسان انا نفسي طول عمري يبقى معاها، هي دي اللي انا بحلم بيها طول عمري. انا بصراحه مش قادر استنى اكتر من كده، انا جعان. ميرسي يا منى. لا لا شكرا، مش عايز. انا همشي. ماشي رايح فين؟ معلش يا منى تعبان شويه بس. مبروك. ده ماله ده؟ مش عارف بصراحه. ناس كتير بعد خبر مقتل السفير بهجة سالم ظنوا ان دي البروفة التانية لوفاته، واننا ربما بعد عدد من السنوات نكتشف ان الراجل ما زال على قيد الحياة زي ما حصل قبل كده في حادث اغتياله الشهير في العاصمة العراقية بغداد. ثم اكتشفنا انه على قيد الحياة بعد حادث تفجير الكنيسة لما ورد اسمه في قائمة مكالمات جمال الجبالي. المرة دي النيابة امرت الطب الشرعي بتشريح الجثمان وتأكدت الوفاة بالفعل، رحمة الله عليه. نتمنى سرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة. نخرج لفاصل ونرجع لكم. ملا مالك يا أستاذة؟ في حاجة؟ أستاذة ليلى حضرتك كويسة؟ خير يا زين؟ ليلى، آسف
انا عارف انك على الهوا، بس الخبر اللي عندي ما ينفعش يستنى. خير؟ في حد من زمايلي بلغني حالا دلوقتي ان النيابه وجهت اتهام قتل السفير بهجت سالم لجمال. ها اجيب لك ايه تشرب؟ خلينا نكمل الليله دي. الليله ليلتك. ليله ايه بقى ما اتضربت خلاص؟ واحد مشي والتاني سكران وطلع ينام، شكلها رست على انا وانت في الاخر. هي طول عمرها راسي علي انا وانت يا جمال، بس انت اللي مش شايف. واحنا قلنا ايه؟ انت ما بتقولش، انا اللي عمال اقول لحد ما صوتي راح. لو الفايده بتيجي من الكلام كان زماننا مع بعض من زمان، كنت ما اتكلمت. منى، مجرد كلامي معاك في الموضوع ده خيانه لعلي. ما تنسيش احنا فين. مش هقولك فكري في علي بطريقه تانية، فكري في ابنه. انتوا بينكوا ولد بكره يكبر يشيل اسمه غصب عنك. روح طلعت غلط الفريال دي. سامعه؟ انت بتشبهني بفريال يا جمال؟ للدرجات دي انا رخيصه؟ انا ماشي. فريال بعتك عشان كده رخصت، لكن انا مستعده ابيع لك حياتي كلها وانت شايفها ارخص من انك تشتريها لو حتى بكلمه واحده منك. واحنا مفيش بينا غير كلمه واحده بس. علي، يا ريتك افتكرت مليون جنيه، كانت نفعتك سيرته. وانت يا سيدي عندي اغلى من مليون جنيه كمان. فعلا؟ اي حد يعرف اللي بينا يا جمال يصدق ان انا عندك اهم واغلى من فلوس الدنيا كلها. عارف ليه؟ لان انا السبب في اللي انت فيه. ايه اللي انت بتقوله ده؟ اسمعي وبس، ده كلام بينه وبينه بنكمله. انت اتجننت؟ استني يا منى، سبب في ايه علي بالظبط؟ كل حاجة، في شغلك، في فلوسك، في اللي وصلت له، حتى في عمرك نفسه. مين اللي رشحك للجهاز زمان ونقلك نقلة تانية ما كنتش تحلم بيها؟ مش أنا. مين اللي نصحك تتعامل إزاي وتعمل إيه وقدمك للناس؟ ها؟ أنا. مين اللي طمعت في مكانه وأخدته منه أول ما وقفت على رجليك؟ مش أنا. مين اللي برغم ده كله فضل محافظ عليك وبيحمي ظهرك في كل عملية طلعناها؟ عبد لله علي الميري. طمعت في مكان مين يا علي؟ انت يا ريتك طمعت في مكاني وفرحت انك بقيت نمرة واحد. الا ما كفكش، انت طمعت في مراتي كمان. ايه التخريف ده؟ انت سكرت ولا ايه؟ انا واعي لكل كلمة بقولها، علشان خلاص لحد هنا الطمع انتهى وجي وقت الحساب. انت بتعمل كده ليه؟ ما تفهمني. في ان طول عمرنا صحاب، عملنا مع بعض كل حاجه، الوسخ قبل الحلو، فتحنا بيوتنا لبعض زي الاخوات واكتر. يمكن اكون حقدت عليك، كرهتك، تمنيت لك الشر، لكن عمري ما طمعت في لحمك يا جمال، عمري. بس انت عملت كده. اقرا ده وانت تعرف. ده تحليل الدي ان ايه اللي الهانم عاملاه من ورايا، عايزه تتاكد ان انا ابو رامي ولا لا. وده يخليك تتهمني؟ مفيش غيرك. انا ادم افهم، انا هعمل فيك كده ازاي؟ انا شايفكوا بعينيا وانتوا نازلين من شقه الهانم اللي بتقول انها قافلاها دايما. ده كان استعداد للباب التاني يا هانم. انا مش هرد عليك. الباشا يرد بدالك. ارد عليك اقول لك ايه؟ ده انت جايب اتهامه جاي مصدقه. انت قلت انت بتكرهني وبتتمنى لي الشر. هي جات لك الفرصه يا علي، بس قلت تكبرها وتبروزها عشان يبقى ليك الحق تعمل اي حاجه حتى لو وصلت لقتلي. مراتك عندك، اسالها كده مين عمل فيك كده. اخرسوا، انتوا فاكريني ايه؟ تهمه بتحدفوها لبعض؟ واحده مرميه في دراع كل واحد شويه ومش عارفين مين اللي غلط معاها؟ طلقني يا علي، طلقني لو كنت راجل قوي كده. انت صعبان عليا بس انا عذرك. عارف ليه؟ عشان طول عمري كنت بشوف نفسي فيك، على اخويا وصاحبي. بس من النهارده خلاص احنا ما نعرفش بعض، كل واحد فينا من طريق. انا طالع من تحت الارض وانت جواها ومصدق انك عايش. دنيتين مختلفين وما ينفعش يتقابلوا تاني خلاص.
مش مصدقك يا جمال، مش مصدقك. أول مرة يحصل لي كده وأنا على الهوا، إحساس إني مش هقدر أسيطر على نفسي. كنت هقول كل اللي شفته هناك، كنت خلاص هتكلم، بس سكت لأني خفت. أنا بقى ما خفتش وقلت له على كل حاجة. فاكرة يا ليلى لما قلت لي إن كل واحدة مننا عندها أسرارها اللي مهما وصلت ليها درجة القرب بينها وبين أي حد مش ممكن تكشفها، على الرغم إن ممكن الأسرار دي تبقى تافهة وعبيطة ونفضل قافلين عليها ومنفتحهاش غير لما نبقى مع نفسنا؟ فاكرة؟ فاكرة طب. أنا بقى ما سمعتش كلامك وحكيت مع الأستاذ على كل حاجة وفتحت صندوق الدردشة ده وخلصت كل حاجة. حكيتي له؟ آه حكيت له، ما كان لازم يعرف. يا روبا انت سألتيني قبل كده وقلت لك استني، ما تقوليش حاجة، لازم نختار الوقت المناسب. أكتر من كده؟ أنا كان في جزء صغير من تفكيري بيقول إنه ممكن يقبلني زي ما أنا ويعرف قد إيه إن أنا اتظلمت، بس الجزء الأكبر كان متأكد من رد فعله إنه هيبعد، وده اللي حصل فعلا. بس يلا مش مشكلة، خليني أستريح بقى وأريحه. أنا من الأول ما كانش لازم أحبه ولا أتعلق بيه لأني كنت متأكدة إن ده اللي هيحصل، بس للأسف بقى هو ما اداليش أي فرصة إن أبعد عنه. يا ليلى معلش يا حبيبتي، معلش. عادي بقى، وأنا هلوم عليه ليه؟ أنا اللي غلطانة من الأول. اللي بيحب ما غلطش يا روبا. اللي بيحب بيضحي، وأنا ضحيت زمان وغصب عني وبدفع التمن لغاية دلوقتي. يا ليلى ما تقوليش كده، انا مش ممكن اسمح لنفسي اني احب تاني. انا اللي بنجرح يا ليلى، ومحدش في الدنيا بيحس بالالم زيي، واللي عمله اشرف ده عادي اي حد تاني غيره هيعمله. يبقى ايه لازمتها بقى؟ ايه لازمتها؟ ليلى، ليلى، ليكم سعالي دايلي انه هيتأخر. انت هنا؟ معلش يا اختي ما تأذنيش، اصل لقيت البيت وسخ قوي قلت انضفه. طبعا ما اللي بيحصل فيه؟ امال علي فين؟ سعالي كلمني في التليفون وقال لي انه هيتأخر شوية. ما انا كنت بكلمه بس تليفوني قطع فما فهمتش قوي. تابعت الشحن لحضرتك. وانت بقى بتيجي هنا عادي وعلي مش موجود ومعاكي مفتاح الشقه؟ يخرب بيتك يا علي، هيشبه الشقه. مدام فريال انا مش زي ما انت فاكره. طبعا يا حبيبتي، روحي اعملي لي شاي. سعالي متجوزني، يعني انا مراته. مراته؟ على سنه الله ورسوله، والشقه دي كاتبها باسمي، يعني حضرتك اللي تفعلتي. لا اذا كان كده بقى روحي هاتي كرسي وتعالي نقعد نتكلم شوية. ماشي. عرفتي علي فين وازاي؟ اصل انا بشتغل في محل هدوم، هو شافني يعني وتعرفنا على بعض وكده. بقالكوا قد ايه متجوزين؟ يعني من كذا شهر كده. وحامل منه طبعا؟ لا اصل احنا اتفقنا يعني ان احنا نأجل الموضوع ده شوية. انت عارفة علي متجوز مين؟ دي ممكن تضيعك، اصل انت شكلك غلبانة قوي. هي تضيعني ليه يعني؟ وانا عملت لها حاجة؟ وبعدين يا مدام فريال انا في حمص يا علي. حمص يا علي؟ لا ده انت غلبانة بجد. طب قومي بقى يا حلوة هات لنا كوبايتين شاي عشان نكمل القعدة دي. من عينيا الاتنين. Thank you.
اللي جابك يا ليلى؟ بقول لك ايه؟ انا استحملت حاجات كتير قوي النهارده، لو جايه تشايليني هم جديد يبقى بلاش. هو للاسف كده. انا جايبه لك خبر مش كويس يا جميل. نيابة متهمك انك انت اللي قتلت السفير بهجت سالم. انت لسه قاعد؟ قلت لك ده اخر يوم ليك هنا، اطلع بره. انت لسه ليك قاعد تتكلمي؟ انت فاكر انك هتقدر تكسر عيني؟ انت ولا تقدر. انا اتجوزتك بمزاجي وانت ولا حاجه. هتفتكر نفسك كبرت وبقالك قيمه، هفوقك على فضيحه تعرفك اصلك وانت كويس. انت تعرفيني اصله مامي؟ الفجر ده جايبها منين؟ ده لو خيانتك لسه عندي، لو رحت قدمته للنيابه هحبسك. لو راجل روح يا علي، اعملها، روح للنيابه. خلي الجرايد والدنيا كلها تعرف الراجل الظابط الذكر مراته عملت فيه كده ليه؟ انا اللي هعرفك قيمتك دلوقتي. الحقني يا بابي. في ايه يا منى؟ مالك؟ في ايه؟ تعالى شوف الواطي اللي معيشينه في بيتنا عايز يضربني. سعادتك الباشا مفيش اي حاجه صدقني. امال ايه اللي منى بتقوله ده؟ انا هفهم سعادتك كل حاجه دلوقتي. فهمني ايه؟ ده لا يمكن يقعد في البيت ده ولا ثانيه واحده. بعد اذن سعادتك انا همشي دلوقتي وحاجي بكره اشرح لسعادتك كل حاجه. بعد اذن سعادتك. ايه ده؟ ايه يا منى؟ في ايه؟ ايه اللي بيحصل ده يا بيه؟ اهدى بليز عشان خاطر، عشان احرق بعدين، تعالى ارتاح. ده باباك؟ ده مرجع الله يرحمه. الله يرحمه. اتفضلي اقعدي. الله يرحمه كان بيصلي هنا، كان يمسك المصحف يقرا القران مكانك على الكنبه دي. ساعه العصاري بقى ما كانش يحلله شرب القهوه غير في البلكونه دي، يقعد يرغي مع الجيران ويحكي عني وهو فخور بيا قوي. هما كانوا بيصدقوا. كان نفسي تشوفيه وتقعدي معاه، كان هيحكي لك عني اللي انا نفسي ما اعرفوش. ده بقى ست البيت اللي اتولدت فيه، اتربيت هنا وعشت حياتي كلها هنا. كل اللي حكيتهولك عني دلوقتي ده انا بجد، مش حد تاني. يعني عارف اللي قبل كده ما كانش بجد. وجيت لك لحد بيتك واعتذرت لك. ايه ده، انت مسافر؟ ايوه بسافر. بعد ما قلتيه خلاص ما ينفعش اقعد هنا. بس الاتهام لسه ما اعلنش. ده لحد دلوقتي بس، بكره مصر كلها تعرف الفضيحه. خساره. جيتي متاخر يا ليلى. زين لسه مبلغ، قلت لازم تعرف. لازم اعرف؟ ولازم اعرف ليه؟ ما عملتيش لي زي المره اللي فاتت. ما خدتيش الخبر وقعدت تتكلمي عني ليه؟ مع اني جيت لك قلت لك مش انا. انا بريء وانت برضه ما سمعتيش كلامي. انا مش فاهم الدنيا بتعمل معايا كده ليه؟ ليه الدنيا مستكتره عيش يومين حلوين على بعض؟ ليه محكوم عليا افضل عايش تحت الارض طول عمري؟ غلطت؟ ايوه يا ست غلطت، بس رجعت. بتحاسبوني على ايه؟ بتحاسبوني بالشبه كده وخلاص؟ انا مش بحاسبك يا جميل. انا عارفه المره دي انك مظلوم. والمره اللي فاتت كمان كنت مظلوم. الست ما ادتنيش فرصه اشرح لك موقفي. يا ليلى، انا ما كانش يهمني في الدنيا دي حد يعرف براءتي غير انت وابويا وسليم. ابنك سليم. خساره مش هنا. كنت هتحبيه قوي لو شفتيه. انا اسف، اول مره تجيلي البيت ما قلتلكيش تشربي ايه. ليمون. انا فاكر انت بتحبي الليمون. ملوش لزوم، أنا لازم أمشي. تمشي تروح فين؟ تمشي تروح فين؟
احنا لسه ما اتكلمناش. انا مش جاي اتكلم. امال جاي ليه؟ انا جاي انبهك. تنبهيني؟ والمفروض اني اصدق مش كده؟ يا جمال يا ليلى، اللي بينبه حد وبيحبه ومهتم بامره بيبان في عينيه، وانا مش شايف ده في عينيك خالص. لو ما صدقتنيش هتبقى في خطر. وايه الجديد؟ ما انا طول عمري عايش في خطر. بس المره دي انا شفتهم بعناية. شفتي مين؟ ابو العزم وكان معاه حد. ابو العزم؟ هو انت تعرفيه؟ عارفه من صوته. طب قولي لي، هما شافوكي؟ ربنا ستر وقدرت اهرب في اخر لحظه. ده كده معناه ان انت في خطر يا ليلى. بس انت في خطر اكبر مني. خايفه عليا؟ يعني انت جيتيلي عشان شفتي ان انا بريء بعينيكي. كنت فاكر اللي بيحب حد مش لازم يشوف براءته بعينيه طالما يقدر يشوفها بقلبه. طب قولي مسافر فين؟ معرفش. انا معرفش حاجه في حياتي، ما جاتش على دي يعني. يبقى بلاش تسافر، خليك هنا لوحدي. لو قلتي انت هتفضلي معايا هقعد مش هسافر. ما اقدرش، ما اقدرش اوعدك بحاجه ما اقدرش عليها. انت بتهربي من ايه؟ ما ينفعش يا جمال. لا ينفع يا ليلى. قوليها، قولي انك زعلانة على اللي حصل، قولي اللي احنا ممكن نرجع كل اللي فاتنا. قولي قولي وانا هصدقك. ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ حتى بعد ما عرفتي ان انا بريء من ايه؟ انت نفسك بتقول انك غلطت كتير، وعمره ما براءة واحدة بتمسح كل ذنوبنا. سوا كان بوصيني على بيته وبوصيه على بيتي. عمرنا ما سألنا بعض انت ممكن تخوني في يوم. اصل هنسأله ليه؟ دي حاجة ما تتسألش. بس انا طلعت مغفل، ما فهمتش ده من زمان. عندنا في الصعيد ابنك يضيع تحزن، أرضك تروح تحزن، بس شرفك ما فيهوش حزن. يا ترجعه يا تنزل تربتك حي. حتى رامي عمري ما حسيت بيه، ما عنديش لهفة عليه، مش شبهي أساسا. كنت أقول يمكن علشان ما بتحبنيش قوي. أتري مش ابني يا مريم، رامي مش ابني خالص. يا ترى عملوا ده فين؟ في سريري ولا عنده؟ لا هيفرق يعني؟ شايفها هيفرق قوي يا مريم. ايه ده؟ ايه ده؟ عشان خاطري ما تعملش في نفسك كده. انا ما عملتش، هما اللي عملوا، هما اللي ابتدوا يا مريم. بس ما كانوش عارفين انهم بيبتدوا عذابهم. صوت قوم شوف فيه ايه. يوه يا نادية. ايه 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 ده؟ ايه اللي جابك هنا؟ وازاي دخلت؟ عشان اسيبك تنام وما اطولش عليك. توريطة بهجة سالم لازم تتحل.
والمهدي وسامي زلط لازم اعرف مكانه فين وشغالين لحساب مين ومين اصل الحكايه دي كلها. سامي زلط ده مش اسمه الحقيقي وانا ما اعرفش اسمه اصلا، وله اسماء كتير قوي، وبعدين هو والمهدي ما حدش يعرف لهم مكان يعني بغير الناس اللي حواليهم. يا اخي بقى كفايه كذب، انا زهقت من كتر اللف والدوران. انا ما عنديش حاجه اقولها لك يا جمال. لا المره دي لازم يكون عندك حاجه تقولها، لان هي دي فايدتك الوحيده بالنسبه لي، غير كده مالكش اي فايده عندي. انا خلاص ما بقاش في وقت في عمره ضيعه على حسابكم. رد عليا احسن لك. مين ورا كل ده يا ابو العزم؟ جمال اشتري حياتك يا ابو العزم، اشتري عمرك انت يا جمال، وارجع لعقلك احسن.